تاريخ جيب شيروكي عريق وبيرجع لسنة 1974، يعني عم نحكي عن 40 سنة، وهو بيمثل نجاح كبير لعلامة جيب التجارية بكل أنحاء العالم، ومن ضمنه بطبيعة الحال أسواق الشرق الأوسط، علماً أنه هو كمان من أول السيارات يلي فينا نسميها SUV. ومع الجيل الجديد لسنة 2014 التطوير بلش من البلاتفورم، هالقاعدة يلي صارت أمتن وأقوى من السابق، مع الإشارة أنها مأخوذة من فيات. منبلش بالتصميم وين بتبرز الخطوط العصرية من كل الجوانب، مع إضاءة بديزاين من وحي المستقبل، تستخدم تقنيات متطورة مثل كزانن ولاد. التحسينات كبيرة لرفع مستوى الجاذبية ولتأمين انسيابية كتير مهمة، بس أعمال التجديد ما منعت المهندسين من المحافظة على شخصية جيب شيروكي مع شبكة تهوئة مشتركة بين كل سيارات جيب الجديدة. ومنلاحظ أنه غطى المحرك مفصول عن البامبر الأمامي. خلينا ننتقل لداخل المقصورة وين الشكل كتير عصري والمواد المستخدمة جودتها عالية والعناية بالتفاصيل واضحة، وكمان أجواء الراحة مأمنة، خاصة أنه المساحات المتوفرة للركاب كبيرة بالرغم من القياسات الخارجية المتوسطة، وممكن الاختيار بين مجموعة من الألوان والتجهيزات. المقاعد الجديدة كلياً مصممة بشكل هندسي لتثبيت أجسام الركاب بشكل مريح مع تحكم كهربائي لوضعيتها، والخيارات المتوفرة بتتراوح بين القماش وجلد نابا، مع إمكانية طلب نظام تهوئة داخل هالمقاعد. تجهيزات السلامة متوفرة بكثافة وبتضم مجموعة من 7 إيرباكز، واحد منها مخصص لركب السايق. شيروكي الجديد حصل على تقييم 5 نجوم وعلى 83 نقطة من أصل 100 باختبارات يورو أنكاب. ومع الجيل الخامس الداشبورد متطور وبيستفيد من شاشات عرض TFT بتأمن صورة عرض كتير نقية، ومعدات بتسمح للسايق بالتحكم بالمعلومات يلي بتعرضها مثل ما بيتحكم بسمارتفون. تجهيزة الراحة والفخامة كاملة ومتطورة، من AC للمالتي ميديا للتحكم الكهربائي بالمقاعد والمرايات وغيره من الفيتشرز يلي موزعين بطريقة مدروسة على الكونسول الوسط المستقل. وممكن الاختيار بين 4 مستويات، هي تريل هوك وليمتد ولونجيتود وسبورت حسب الرغبة. ميكانيكياً الجيل الجديد من جيب شيروكي بيتوفر بمحرك مالتي اير 2 تايجر شارك جديد، بيتكون من 4 اسطوانات سعة 2.4 لتر بقوة 184 حصان، وكمان بمحرك V6 بنتاستار جديد 3.2 لتر بقوة 271 حصان، مع تورك بيوصل لحدود 316 نيوتن متر. والمحرك الأقوى قادر أنه يأمن سحب وجر حمولة توصل لحدود 2041 كيلوغرام. ومن ضمن المميزات اللافتة جيربوكس من 9 نسب، الهدف منه خفض استهلاك البنزين بشكل واضح، وكمان تأمين تحكم أكبر بالأداء. وهالترانسميشن هي الأولى من نوعها ضمن فئة SUV من الحجم المتوسط، وبتأمن كمان قدرات تسارع نشيطة وسلسة. واللافت أنه شيروكي رح يتوفر بنظام دفع بدولابين وبنظام دفع بدوليب الأربعة. وخيارات الأول ويل درايف من نوعها، وهي أولاً جيب أكتيف درايف 1 يلي بيضم نظام تحكم إلكتروني بيبدل بين الدفع بدولابين والدفع بأربع دوليب حسب الحاجة، وما بيحتاج هالنظام لأي تدخل من قبل السائق يلي بيستفيد من مساعدة ديناميكية كبيرة. ثانياً جيب أكتيف درايف 2 يلي بيتضمن نظام PTU بسرعتين، ويلي بيسمح للسائق اختيار وضعية الدفع 4 لو
بشكل بيأمن كل مستلزمات عبور المسارات الصعبة والطرقات الوعرة. ثالثاً، جيب أكتيف درايف لوك سيستم يلي بيضيف على مزايا النظام السابق رير ديفرنشل، بيعزز قدرات الحركة خارج الطرقات المزفتة، وهالنظام بيتوفر حصرياً مع الفئة تريل هوك. واللافت إنه كل فئة شيركي مزودة بسيلكت ترين سيستم المخصص للتحكم بوضعية الدفع المطلوبة، وبالإضافة لأربع وضعيات قياسية هي أوتو الأوتوماتيكية، وسنون متخصصة للتلج، وسبورت ببرمجتها الرياضية، وساند أو مد المخصصة للرمل والوحل. تستفيد الفئة تريل هوك من وضعية خامسة مخصصة لعبور الصخور باسم روك. أكثر من هيك، تبلغ زوايا الدخول 30 درجة والديبارتشر أنجل حوالي 32 درجة. وبالنسبة للارتفاع عن سطح الطريق فبيوصل لحدود 22 سنتيمتر. وما مننسى نظام ESC للتحكم الإلكتروني بالثبات، ونظام منع انقلاب شركي على نفسه. وبالنسبة للتجهيزات الإلكترونية المخصصة لمساعدة السائق على التحكم والسيطرة خلال القيادة، بيبرز نظام التحذير من الخروج عن خط المسار، ونظام التحذير من خطر وقوع حادث اصطدام أمامي، ونظام كشف السيارات من الجهات الجانبية بالنسبة لموقع شركي على الطريق. وبيستفيد السائق كمان من بارك فيو سيستم، بيستخدم كاميرا خلفية، ومن بارك سنس بيستخدم سنسورز لتمكين السائق من التحرك بشكل آمن خلال الرجوع للخلف وصف السيارة. ورا ستيرينج ويل بيشعر السائق بسهولة القيادة والتحكم، مع انطباع أقرب للسيارات العادية منه للSUV أو التراكس. المحرك الستاندرد بيوفر قوة عالية مع تفوق على مستوى الأداء لصالح V6 انجن. وحركة جسم السيارة مضبوطة بكل الظروف بفضل توزيع ناجح للوزن وبرمجة دقيقة للسسبنشن، وكمان نتيجة نظام توجيه بيتجاوب بسرعة وبدقة مع حركة ستيرينج. المكابح فعالة والعزل الصوتي بالمقصورة ناجح بدرجة كبيرة. جيب شيركي 2014 ما خرج عن تقليد جيب العريقة ولا عن مفهوم شيركي اللي تعودنا عليه، ولكن كل هالمواصفات والمزايا صارت مقدمة بشكل عصري وجذاب ومتطور، مع استهداف للزبائن يلي بيحبوا تكون الSUV يلي بيسوقوها قريب كتير من صفات سيارات السيدان، ولكن مع كامل قدرات الـ 4x4.